صحيح. طب دكتور محمد، حضرتك مدير برنامج علوم الذكاء الاصطناعي في جامعة الجلالة، ازاي استفادت جامعة الجلالة من حضرتك او من القسم بتاعك في إعادة ميكانة ورقمنة الجامعة بشكل عام؟ ممكن نقول لحضرتك كمثالين حاليا طلاب جامعة الجلالة وبرنامج الذكاء الاصطناعي وفيما يخص العملية التعليمية انه اشتغلوا عليها، انه بدأ الطلاب ياخدوا اللي هو الكتاب الالكتروني ويدخلوه لنموذج ذكاء اصطناعي، بحيث ان يبدا نموذج الذكاء الاصطناعي ده يعمل تلخيص للكتاب ده كله. ازاي؟ حضرتك ده في بنقول عليها حاجه اسمها في كذا علم موجود في الذكاء الاصطناعي بيعمل عمليه التلخيص للمحتوى ده. ففي حاجه اسمها معالجه بنسميها الناتشرال لانجوج بروسيسنج، معالجه الكلمات النصيه. فبيبدا يشوف ايه الكلمات اللي موجوده ديت ويبدا يفهمها ويدربها بالنيورال نتورك او الخلايا العصبيه. بناء عليها انا باجي كطالب اسال سؤال فيما يخص الكتاب ده فقط، يبدا يطلع المحتوى بتاعه ويجاوبني عنه. فالطالب عندي في جامعه الجلاله حاليا يقدر انه بيطلع برنامج، اديله الكتاب الالكتروني، يجي طالب تاني يبدا يسال في المحتوى ده ويبدا يجاوبه. ايضا في الجامعه عندنا بدانا ان احنا نبص لبعض الطلبه اللي هم ممكن نقول ضعاف البصر او اللي هم ممكن ما يكونش النظر بتاعهم قوي، ازاي انا اخليه يستفاد كمان من فكره الكتاب الالكتروني. بدانا برضو كنا ادخل الكتاب للنموذج الذكاء الاصطناعي ويبدا يعمل له عمليه تلخيص، ونحول التلخيص ده من نص الى صوت بحيث ان هو يقدر يستفاد منه، وايضا الطالب نفسه لو بيسال فيسال من الصوت، والصوت ده يتحول لتكست او الى نص، والنص ده يترجم لسؤال عندي، ويبقى في تفاعل ما بينه وما بين الكتاب الالكتروني. ده حاليا بيتم اختباره داخل جامعه الجلاله. في قسم حضرتك ولا في كل الاقسام؟ الطلبه اللي عندنا دلوقتي في الكليه نفسها مشتركين مع بعض في النقطه دي، بس الحاجه الرئيسيه اللي عندهم هو فكره الذكاء الاصطناعي ويبداوا يطبقوها. جامعه الجلاله عندها بعض الطلاب من السبيشال نيد، فلازم ان احنا عندنا في الكليه نقدم الخدمات للطلاب دول. فكان من ضمن التوجيهات اللي احنا خدناها من دكتور محمد الشناوي رئيس الجامعه ان احنا ازاي نبدا نستخدم الذكاء الاصطناعي لخدمه الطلاب ولادنا اللي موجودين، بالاضافه ازاي ان احنا نعمل تكامل ما بيننا وما بين كل الاقسام اللي موجوده داخل جامعه الجلاله. بخلاف برضك ان احنا ازاي انا كدكتور ابدا استخدم التحول الرقمي او الذكاء الاصطناعي في اعداد المحتوى العلمي بتاعنا.